طبعا سبحان الله عندي أمنية من يوم كنت صغير وتحققت هذه الأمنية اليوم. كنت من أول أتمنى أشوف سيارة سبحان الله تطيح من السماء على نطيطة، أو بمعنى ثاني يعني أشوف سيارة تطيح من السماء على نقيزة أو على حقة الجامب. كان حلم أني أشوف هذه السيارة تطيح من السماء. بعرف وش راح يصير لو سيارة طاحت من السماء على نطيطة، ودي أعرف وش راح يصير للسيارة. والحمد لله لقيت أجانب يا عساهم إن شاء الله يسلمون، عساهم يسلمون إن شاء الله اللي حققوا لي هذه الأمنية. سووا تجربة، جابوا السيارة وعلقوا فوق على بعد عشرات الأمتار وطيحوا السيارة على النطيطة، طيحوا السيارة من فوق هذه الأمتار على النطيطة. تبون نشوف الفيديو مع بعض؟ يلا نشوف الفيديو مع بعض ونحكم. كافيس ترامبولين in 3 2 1 ريبن. Oh my gosh. طبعا ارتحت نفسيا بعد الفيديو، شفتوا كيف معلقين السيارة على مقابض، بس يسحب الحبل وتنفك هذه المقابض وتطيح السيارة على طول. ولكن انا انغبنت اللحق من حاجة، ان السيارة بدون مكينة وما في شيء بطن الموتر. لو تلاحظون ان ما في شيء غير صاجه داخل بطن الموتر، واضح اصلا ان السيارة يبونها بس حق التجربة، جايبينها من التشليح ويطبقون عليها. ملومهم صراحة، بس اشوى الله يجزاهم خير، اهم شيء انطاح لبروسنا. هذا كان اول فيديو معنا اليوم. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتنا جميعا، وأهلا وسهلا بجميع العرب، سواء من السعودية أو من عراق أو حتى من السودان. يا عيال هذا الفيديو على طلب البعض اللي يبون شطحة ومقاطع غريبة، وما راح ننساكم يا الجيمرز، راح أنزل أخبار أول بأول بإذن الله. لكن بهذا الفيديو نبي نشوف فيديوهات غريبة أنا متأكد أنك ما قد شفتها من قبل. بس أسعدا باللايك إذا كنت قديم تعرف قناتي، واشترك بالقناة إذا كنت ضيف علينا. أنا بيبسي وخلك مع الأح. استمتع بالمجان. ثاني فيديو، طبعا بالسعودية الأغلب يذكر أن الفورد فيكتوريا آلة خطيرة على المواطنين، وأطلقوا عليها الشعب السعودي باسم المفترس، لأنهم يظنون أن هذه السيارة دايم تتسبب بالحوادث. نبي نشوف مقطع الاثنين جالسين يتنافسون بالأصوات، واضح أنهم مروقين ومبسوطين على الأجواء الحلوة هذه، ولكن كادوا أن يصبحون فريسة الفورد فيكتوريا مستعجل. نبي نشوف الفيديو مع بعض. يوم جيت لدارهم خبر لهم نازلين سق من حالي يا الله يلعن ابوك يلعن ابوك يوم جيت لدارهم بغي يروح للدار الآخرة، ولكن سبحان الله العظيم ياهم يراعي الفورد الوكاد واحد منهم مصلي الفجر بجماعة. ولكن أجمل شيء بهم إنهم ماخذين الموقف بروح رياضية وتقطعوا ضحك، لقطة لن تتكرر. ثالث فيديو، الله لا يشكينا، معروف ان الاجانب الله سبحانه معطيهم الذكاء والعلم ودائم يحبون يبتكرون الاشياء الجديدة. ولكن بعد هذا الفيديو صدق انك راح تحمد ربك انك ما قد فكرت تبتكر مثل هذا الرجل. نشوف الفيديو مع بعض. طبعا شفتوا كيف متعذبين، يا الله يا ربي يا كريم لا تشكينا، رع عروسهم شلون. ولكن كذا الله سبحانه وتعالى خلق أشكال وألوان، تلقى هذا الرجال مسخر كل طاقته بس عشان يعاكس السيارة. ولكن الله حق هذه من أغرب السيارات اللي شفتها بحياتي. رابع فيديو، كل الدول بالعالم يحاولون بأقصى الطرق أنهم يخلون المواطنين ما يسرعون. حنا السعودية عندنا ساهر الصراحة ساهم بعدد كبير أنهم يهدون السرعة، ولكن في دولة غربية سوت فكرة رائعة ولا تطري على بال أحد. تخيل مخلين على الطريق موسيقى، لا مشيت على اليمين تطلع هذه الموسيقى علشان ما تخلي المسافرين يملون من طول الخط. ولكن المدهش أنك لو سرعت راح تصير هذه الموسيقى إلى صوت مزعج تحذيري، راح تتحول من موسيقى هادية وحلوة إلى موسيقى تحذيرية مرعبة. خلنا نشوف الفيديو مع بعض. شفتوا كيف الحركة ذكية؟ أول شيء تخلي المسافرين ما يملون من الخط، ثانيا تخلي المسافرين يقللون من السرعة. سبحان من أعطى الغرب الفكر.
خامس فيديو. طبعا قبل فترة بأحد المدن الغربية جت غيمة ضخمة سبحان الله، وهذه الغيمة سبحان الخالق تشكلت على شكل رجال، وبعد يمكن يعني مفبركة مو شيء يعني صحيح 100%، ولكن نقول كل شيء جايز. ولكن الغريب ان الاجانب استغفر الله قالوا ان هذا آلهة، رغم ان احس الغيوم دايم تتشكل على اشكال، يعني لحظات اراعي للغيمر تقل قلب، ولحظات تراعي للغيمر سبحان الله تقل طير، يعني احس شيء طبيعي. لكن خلينا نشوف الفيديو مع بعض. طبعا شفتوا شكل الغيم كيف، رغم انه ممكن يكون مفبرك لكن الاجانب انخرعوا وسووا ضجة بالسوشال ميديا. ولكن ما اقول الا الحمد لله على نعمة الاسلام، وسبحان الله الغيم جد شكله غريب ومرعب بعد ايضا. ولكن مو شرط يعني يكون صحيح، بعد يمكن يعني يكون مفبرك، ولكن اكيد لو شفنا حنا كذا بننخرع على الله حق. 3 2 1. اوه يس، سبلاش تام. Whoa! It jumped! Yeah, basketball game, game, game! What's he sitting? He's coming in hard! He could get it! Oh! 3, 2, 1! Ah! Heck! Yes! Whoa! هذا كان مقطعنا، إن شاء الله أنه كان مسلي وبنفس الوقت ما هو طويل أهم شيء. وبالنهاية كلنا نحاول نسعد أنفسنا بأبسط الأشياء، وكلنا زوار على هذه الدنيا، ولا حنا مخدي من الدنيا ولا شيء. إذا وصلت لهذه الدقيقة أثبت لي وجودك بالتعليقات بإيموجي موزة بس. الله يحفظنا جميع. إيه يا عيال نسيت أقول، هذا ترك كله بفضل الله ثم فضل اللي منشنوني. أنا بالإنستغرام قايل لكم منشنوني على أي مقطع غريب أو شطفات أو أي شيء، وأنا آخذ المقاطع وأنزلها لكم كذا نظام. وتروا أيضا ما نسيت السلسلة لمواقف غريبة منكم أنتم. واطربوني يا عيال لهنتوا بزر التنبيه بس. مع السلامة مرة ثانية.